بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. فرحنا وانبسطنا وزقططنا وعملنا كل حاجه ممكن تتعمل، لدرجه انا متخيل ان سكان المريخ يعني اشتكوا من الصوت العالي اللي وصل لهم. حقنا جدا، حقنا تماما، مزاجنا عالي وفوق الشوق والدلع. ولكن قدام ده بعد السعاده الكبيره جدا ديت في حاجه لازم اتكلم فيها. انا جالي رسائل كتير جدا امبارح، ولكن الحقيقه ما رضيتش انغص على نفسي ولا على زملكاويه، وقلت اهدى كده 2 سنتي واتكلم في الموضوع اللي انا عايز اقوله. الحمد لله الزمالك كسب وكسر عقده بقالها سنين طويله جدا، 21 سنه ما كسبناش الاهلي في الدور الاول، وسلسله كولر ديت اللي بقاله 4 ماتشات ما ولا ماتش خسرناه، وده كان الماتش الخامس، فيعني بنحسن الصوره شويه. في لقطه سيئه جدا لازم اتكلم فيها واحنا بنلعب مع النادي الاهلي، واقول لك ليه مضايقاني كمان، لان الموضوع بس مش مقتصر على راي الاهلاويه اطلاقا، يعني في ناس تانية كمان اتكلمت في الحوار ده. إداريين نادي الزمالك والناس المسؤولة في نادي الزمالك خبوا الكور. ده مش قصة كوميدية، أكيد الناس كلها سمعتها. لا فعليا خبوا الكور. النهاردة في عقوبات طلعت رسمي وغرامة على نادي الزمالك بقيمة 50,000 جنيه لإخفاء الكور. كولر ده المدير الفني بتاع النادي الأهلي، لإخفاء الكور من الملعب، وتم إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك لمدة 2 مباريات بسبب إخفاء الكرات. خفاها. وكمان عدم مصاحبة مصطفى حسين ميلا عامل فريق الزمالك في المباريات لمدة 4 مباريات، يعني برضو إيقاف لمدة 4 مباريات بسبب برضو إخفاء الكور. إيه قصة إخفاء الكور وإيه رأيي في القصة ده اللي هتكلم فيه دلوقتي؟ دي اللقطة كده في لحظة إخفاء الكور، إداريين الزمالك واخدين الكور بتاعت الملعب كلها ومخبيينها، وقال لك والله ما إحنا هنلعب ومحدش هيلعب، خلاص صفر يا حكم بالاكراه، عايزين حكم يصفر. طب نزل الكور، بص الاثنين دول واقفين، يا جماعه هاتوا الكور، مفيش كور، محدش هيلعب هنا، خلاص هو احنا اكتفينا، الزمالك اتقدم محدش هيلعب. والله همي ضحك وامي بكي، انا مش عارف اضحك ولا فيعني الزمالك سجل الجون بتاع سيف الدين الجزيري، وإداريين الزمالك راسهم والف سيف، محدش هيلعب، خلاص احنا لمينا كل الكور، وده واخد له كورتين وده معاه كوره ومش عارف في كوره ثانيه مش ظاهره، والولد الصغير ده الجميل دوت لم له 4 كور وكمان، وكلهم مروحين رايحين فين محدش عارف. والاخ ده بيقول لهم يا جماعه رايحين فين، يعني اللي هناك ده عيني ده مصدوم، الكور فين؟ مفيش، خلاص كده الحكم المفروض يصفر. الثلاثه دول لموا كل كور الملعب، فالوقت تعطل. الحقيقه قدام المنظر ده انا زي ما حضراتكم عارفين ان انا في عدد من الاشقاء العرب بيتابعونا، اللي على راس طبعا بالاخص اخواتنا طبعا المغاربه، وعندي برضو من تونس ومن السودان ومن كل حته ومن الجزائر. الحقيقة مشاعر المباركة فيها كلام بيمغص كده، يعني أنا من الرسائل الحزينة اللي جات لي رسالة هقراها لحضراتكم من أحد الأشقاء المغاربة، بيقول لي مبروك أخي إسلام وتستحق الفوز، ولكن ما تعليقك على إخفاء الكرات لهالدرجة أو لهذه الدرجة؟ يعني بتخافون من الأهلي؟ يعني أنا مش عارف بقى أشكره ولا أتحسر أتكسف يعني. واحد تاني برضه بيجي يقول لي ما تعقيبك على اخفاء الكرات؟ ها ها ها، ده بيضحك، ده دول عرب والله مش مصريين. انا هسيبك انت من تعليقات الاهلاويه الطبيعي، يعني استغربوا اللي بيحصل ده، واحد من المكشخين دول بيحبوني جدا قصه عشق منه رهيبه يعني ده برضه كل سنه هم طيبين على راسنا، برضه اخواتنا التوانسه رغم مكشخين بينا علاقه جميله يعني. واحد مكشخ بيجي يقول لي فكرتونا بالزناطير اللي عندنا، يكسبوا مره يعملوا فرح، سيبك بقى من الكلام ده كلام فاضي، ولكن الاهم بيجي يقول لي تخفون الكور يا زناطير، ده مكشخاوي. طبعا بغض النظر عن الاسلوب، ولكن هو ماسكين في حاجه، احنا اللي عملنا كده في نفسنا، ما ينفعش. اولا والرساله ديت لاداريين نادي الزمالك، ما تقزموش الزمالك، الزمالك مش قله، الزمالك مش قله والله، عيب، ما يصحش يعني. انت النادي الاهلي غايب عنده لعيبه كتير جدا، وانت اسمك نادي الزمالك، الفرق الصغيره نفسها ما بتعملش كمان النادي الاهلي. البنك الاهلي ده 4-3 مع النادي الاهلي، ده عامل ماتش حكايه، من اقوى الماتشات اللي اتلعبت في بطوله الدوري يعني، وريمونتادا وبيرجع وبيروح، ما ضيعش دقيقه، 7 جوان في ماتش. مش اسم نادي الزمالك اللي ياخدوا الكوره ويجروا، منظر يضحك، عيب، احنا مش قليلين. والحاجات ديت تاخد من حلاوه الفوز. يعني بدل ما انت خايف من ايه؟ ايه اللي انت خايف منه؟ انتوا اصلا لو ما كنتوش كسبتوا الماتش ده، انا عارف ان في مشاعر لازم نكسب، انا عارف دي، عايزين نكسب،
بس نكسب كوره وما نكش مش نكس يعني بلاش الاحراج ده يا جماعه، مش نكسف نفسينا ونكسف كل الزملكاويه. لو في زملكاوي هتلاقيه من جواه متضايق برضو من الحركه دي، ما تضيعش وقت، مش فزلكه. وبعدين يا ريت بتضيع وقت وقع في الملعب يا عم، دوت ممكن الحكم يديك انذار بتاع، لكن ما تاخدش الكوره وتجري يا راجل. يا جماعه احنا نادي كبير، احنا نادي كبير، الحاجات ديت تعملها الفرق الصغيره، فرق اللي دي والله العظيم حتى انا عمال بفتكر فريق صغير عمل ما مش موجود، كعمري في حياتي ما شفت الكلام ده. فانت خايف من ايه؟ النادي الاهلي غايب عنده 11 لاعب، لما تيجي تعدهم كل الهافات اليمين غايبه، يعني بالاساسي والبديل حسين الشحات وبرسي تاو وكريم فؤاد، خط الوسط ديانج وامام عاشور ومين تاني يا جماعه عشان انا الزهايمر، وياسر ابراهيم طبعا في قلب الدفاع برضو غايب، ومحمد الشناوي غايب. فانت يعني عندك كل المؤشرات النهارده، يعني الدنيا بتقرب لك وبتقول لك تعالى اكسب، انت خايف ليه بقى؟ خايف من ايه؟ وتخبي كور ليه؟ المنظر ده انا مش موافق عليه كزملكاوي، عمري ما هوافق. انا يمكن اكتر واحد الناس شافت انا اتنططت امبارح من الفرحه، مش بعرف اخبي زملكاوتي ابدا. اخواتنا الاهلاويه شافوا المنظر الصبح، جبت كوبايه شاي وغنيت اغنيه يا حلو صبح ولابس شيرت الزمالك والكوبايه ولا المج في ايدي اهو قدامي على طول، اهو مج الزمالك ويا حلو صبح وبتاع، ومزاجنا فوق الشوق والدلع، ونزلت بوست استيقظ الان اللي كسب النادي الاهلي، بعيش السعاده. لكن انا مش عايز احس والناس اللي بره تحس ان احنا الا احنا مش الا، ومش احنا اللي نخبي الكور ونعمل الحاجات الغريبه جدا دي. انا بعتذر لكره القدم، الكلام ده مش موجود، الكلام ده مش موجود. وعلى فكره لازم مجلس اداره نادي الزمالك يتدخل وكمان يوقع عقوبات. لا انت كبير، انت كبير، ما تعملش الكلام ده. انت ليه شايف نفسك قليل؟ عايز تكسب اكسب كوره وما تخافش. انت خايف منهم ليه كده؟ ليه بتدي فرصه يجي يقول لك بص المنظر؟ وتيجي لنا تعليقات الناس برضه، يعني ما هو برضه اكيد هقول لهم ايه؟ هقول لهم الناس اللي بره دي، هقول لهم ما تقولوش ما هو المنظر مش حلو. ايه ده؟ يعني ايه ده اصلا؟ يعني ايه؟ يعني ايه ما حدش هيلعب هنا والكور كلها في ايدينا وما حدش هيلعب؟ ليه اصلا الجزيري جاب جون خلاص الحكم لازم يصفر دلوقتي؟ طبعا دي حاجه صعبه وحاجه تكسف، في زملكاوي هيوافق على الكلام ده واحنا مش موافقين، يعني بالمنظر ده ما حدش فينا راضي ولا موافق، وبطلوا بقى كفايه بقى كسفتونا. مجلس اداره الزمالك لازم هو كمان يتكلم ويبقى ليه موقف ويرفض الكلام ده، ما تضحكوش علينا الناس. الاهلاويه على فكره بيباركوا للزملكاويه والله ما عندهمش مشكله. احنا عايزين نرجع احنا كمان. وعلى فكره منافسه الزمالك على دوري ابطال افريقيا السنه دي، لان طبعا زي ما انتم عارفين للاسف الشديد الدوري هيكون يعني الصعود لدوري ابطال افريقيا والكونفدراليه هيكون من الدور الاول. مشاركه الزمالك في دوري الابطال شبه مستحيله. يعني الامل فيها ان الاهلي يخسر الماتشات اللي جايه كلها، لان هو المنافس لنا دلوقتي بيراميدز خلاص ضمن الصعود. ناقص فريق تاني. الاهلي لو كسب مواجهاته شكرا، اذا لو بقى خسر المواجهات بتاعته يبقى في امل للزمالك. يعني لا الاهلي يا الزمالك، بيراميدز خلاص ربص، والاتحاد والمصري كان بينافسوا على الكونفدراليه. فعايزين نفوق كده ونشعشع كده والدنيا ايه تحلو كده، ونعرف ان احنا كبار علشان في فرق عدتنا، وعلشان احنا ما نقلش من نفسينا ومن شكلنا ومن منظرنا قدام نفسينا وقدام الوطن العربي كله. سلام عليكم.